بشتى بالسلك الدبلوماسي بالعشاء أنا سأتحدث كوني صديق كوني صديق في الموسم الدولية. هنالك الفترة القريبة كان هنالك عدم تدخل الحشد الشعبي في معركة الموصل، ولا زال لحد الآن لم نلاحظ أي مشاركة لهذا الحشد الشعبي، وما نتمناه أن لا يشارك في معركة تحرير الموصل بسبب البعد الطائفي اللي موجود في هذه المعركة. كنا نتمنى أن يكون هنالك حشدا عشائريا من أبناء المدينة، كما قلت وأقولها دائما، ليس من الصواب أنه هنالك أبناء هذه المدينة يريدون قتال داعش وأن نأتي بجندي آخر أو بحشد شعبي آخر من مدينة أخرى أو محافظة أخرى. متى ما ينتهون أبناء هذا المحافظة من قتال داعش فليأتي من أبناء المحافظات الجنوبية، مشكورين طبعا هم في قتالهم، رووا بدمائهم أرض الوطن، لكن أعتقد ليس من الصواب في ظل هذا الاحتقان الطائفي أن تأتي قوة من خارج مدينة الموصل. طبعا نوع المعركة وشكل الحرب هي التي ستقرر عدد النازحين. إذا كانت معركة سريعة ومعركة استراتيجية حرق الأرض، حتما سنلاحظ أن هنالك نزوحا عاليا وكبيرا سيحصل داخل محافظة نينوى وداخل مركز مدينة الموصل إذا بدأت المعركة الكبرى، معركة تحرير مركز المدينة. أما إذا كانت معركة متدرجة ومعركة هادئة حيا حيا سكن سكن، أنا أعتقد بعد كسر جدار الصد لداعش أنا أعتقد سيكون النزوح داخلي. طبعا أنا لي تصريح سابق في هذا الموضوع. أول كل شيء، الدولة التركية الجارة كانت ولا زالت مدافعة عن أهالي محافظة نينوى، ساعدت محافظة نينوى كثيرا في النزوح في المعارك ولا زالت تساعدهم. الحقيقة نحن متشكرين ممتنين إلى الدولة التركية الجارة. في شأن المعركة كنا نطالب إخواننا الأتراك أن يكونوا ضمن التحالف الدولي في بادئ الأمر، لأنه نعتقد أنه من مصلحة الجمهورية التركية ومن مصلحتنا نحن أن تكون هنالك غطاء قانونيا لوجودهم ولتدخلهم. حتما يا سيد الكريم هنالك ضغوطات خارجية دولية على الحكومة العراقية لا تريد للدور التركي أي دور داخل محافظة نينوى، في حين أن هنالك بعد تاريخي، بعد جغرافي، بعد سياسي، بعد اجتماعي ما بين أهل الموصل وما بين الجمهورية التركية باعتبار امتدادات عائلية، امتدادات عشائرية. فبالتالي الدفاع عن المصالح القومية التركية والدفاع عن المصالح الاجتماعية التركية مسألة مهمة جدا للدور التركي، ولكن كما قلت لكم هناك ضغوطات خارجية من دول خارجية على الحكومة العراقية لا تريد أي دور، ولكن هذا المسألة نعتقدها هي مؤقتة، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تستطيع أن يعني تفك هذا التآخي ما بين الموصل وما بين أهلنا الأتراك وما بين الجمهورية التركية كحكومة وشعب طبعا.